على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي للبكار المهجنات الأصايل. بعد ما تابعنا شوط البكار وتابعنا شوط المحليات الأصايل اللي ذهب مع أيضا صبا للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري من قدمت الأداء الجميل والحضور المشرف والتوقيت الذي تسجل ما شاء الله 9 دقائق 35 ثانية بدون أي أوامر. نتابع اللي حضرت على المقدمة وحضرت على البداية على المركز الأول هناك على القيادة الأولى هناك من وصلت فيه مشاهدينا الكرام الحاضرة والمتقدمة هناك على قيادة الشوط مزون على المركز الأول. اللي على الصدارة وصلت نسيم لمحمد بن خلفان بن حضير، بينما المركز الثاني ميراس الحمد بن سالم بن معصم الحميري، بينما المركز الثالث وصلت مزون لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. يقدم لنا مزون بو حمد كما قدم حضوري وتواجد صبا، بينما هنا ايضا واصلة اللي هي راهية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ابو حمد ايضا يقدم حضوره يقدم تواجده، بينما المركز الخامس خامس المراكز هناك الوصول والتقدم من شعاع احمد بن سالم بالحوته العامري على المركز الخامس. والمركز السادس انا التواجد من دكتوره لمحمد بن سالم بن مصبح الكتبي على المركز السادس. هكذا الست المراكز الاولى في تحدي هذا الشوط، ولكن عودتنا الى المقدمه، عودتنا الى الصداره، عودتنا الى المركز الاول، الى الحضور الاول. الله يا سلام، الصدارة الأولى المقدمة بن حضرم يقدم حضور، ولكن هنا أيضا تواجد بن معصم على المقدمة وعلى الصدارة على المركز الأول. هذا الحضور الجميل، هذا الأداء المشرف، ميراس وهي الراسية على الصدارة على المقدمة. ميراس تتواجد على راس حمد بن سالم بن معصم الحميري على قيادة الشوطة وعلى المركز الأول على الحضور أول أشواط المهجنات الابكار المهجنات الثنايا. راهية بو حمد يقدم حضور راهية على المركز الثاني. بن عويضان يقدم راهية، يقدم مزون السحب وراهية بن عويضان على المركز الثاني. والمركز الثالث محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع التقدم من نسيم على المركز الرابع لسيد محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي، تتواجد على المركز الرابع خامس المراكز. ما شاء الله تبارك الرحمن، بعيد عنا اعتقد بشعار بالحوته، شعار احمد بن سالم بالحوته، ولكن ميراس خلونا مع الصداره مع المقدمه مع ميراس هي على المركز الاول الشوطة وعلى المقدمة وعلى البداية بقيادة لمسار هذا الشوطة وأيضا حضور لهذا الشوطة على المركز المتقدم على الحضور الأول. الله على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الحضور المميز اللي تقدمه مشاهدينا الكرام.
ميراس بالمركز المتقدم بالمركز الأول لسيد حمد بن سالم بن معصم الحميري على القيادة والصدارة على المقدمة بالمركز الأول وبالبداية الأولى. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك التواجد، هناك الحضور، هناك التقدم على ثاني المراكز على حضور راهية. راهية بالمركز الثاني، الله يا راهية، راهية تتواجد بهذا الحضور لسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الثالث مزون لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري أيضا متواجدة على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت تحركت في هذه اللحظة القادمة وصلت إشعاع. مرحبا بإشعاع، مرحبا بحضور إشعاع على المركز الثاني. قادمة لسيد أحمد بن سالم بالحوتة العامري يقدم إشعاع. وهناك المركز الخامس تتواجد فيه مشاهدينا الكرام نسيم لمحمد بن خلفان بن حضيرم بن حضيرم على المركز الخامس. ولكن البداية المقدمة المركز الأول. المعركة ميراس الراسية على رأس الحربة، الراسية على رأس الحربة. ميراس من بداية الانطلاقة وهي على رأس الشوط، هي على رأس الشوط. الله يا ميراس. ولكن أبو حمد اليوم نازل بقوة. راهية ميراس راهية أبو حمد، راهية بن عويضان مزون تتحرك. معركة الأبطال عمالقة هذه الرياضة، فطاحلة هذه الرياضة. الله يا الكيلو المتر الأخير، الكيلو السرعة، كيلو الكبار. مزون قادمة، راهية على الصدارة. ميراس مزون. الله على هذا الشوط، الله على هذا الشوط. 500 متر الأخيرة. مزون. يا سلام بهذا الحضور بنزول المزون. مزون على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. أبو حمد قدم صبا وقدم مزون. راهية بن عويضان ومزون بن عويضان. مزون بن عويضان على الصدارة. شكرا يا أيها الداهية، شكرا يا بن هيان على هذا الحضور، على هذا الأداء الجميل اللي قدمته مزون. مزون وراهية مزون في هذا الحضور. مزون تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز. المركز الثاني سجل يا حدث. التوقيت ما شاء الله تبارك الرحمن. 9:26. تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان على فوز مزون بالمركز الأول، وراهية بالمركز الثاني، ميراس المركز الثالث لسيد حمد بن سالم بن معصم، والمركز الرابع إشعاع أحمد بن سالم بالحوتة. ما شاء الله تبارك الرحمن. التوقيت 26 ثانية توقيت ممتاز.